يبدو أن هناك وضعاً سياسياً إسرائيلياً وفلسطينياً جديداً بالرغم من التعقيدات والترددات الكثيرة المحيطة به، إلا أن القادة ذوي الإرادة الحسنة والصادقة يمكنهم إن أرادوا أن يجعلوا من هذا الزمن الجديد زمن نعمة جديدة، وقف كامل للعنف ومن كلا الجانبين، وقف كامل لكل انتقام، وقف المطالبة بالمطاردين، لأن تصفية المطلوبين لا تولد الأمن المطلوب بل تولد مطلوباً جديداً، وتحرير الأسرى ووقف الماضي كله لفترة من الزمن للإتاحة لمستقبل جديد بأن يبدأ لخلق أرض جديدة تضمن فيها القلوب الجديدة الأمن للإسرائيليين أكثر مما تضمنه الأسوار والأعمال العسكرية.